يعني ماما سيما بخفة دمها وعفويتها وبالأكلات الطيبة اللي عم بتحضرها للأطفال مع الطريقة اللي ممكن تكون مشجعة للأطفال إنهم يأكلوا، بالأخص إنه بهذا العمر ممكن يوصل لمرحلة إنهم ما بدهم يأكلوا، بيصير يستفز الأهل. هذا الموضوع هاي واحدة من الطرق اللي ممكن نحن نخليهم يحضروا الأكل معنا ونشجعهم على الأكل. شكرا ماما سيما، وأكيد رح تشوفوا المزيد من هذه الحلقات خلال فقرة دنيا يا دنيا المختلفة خلال الأسبوع. وهلا رح ننتقل لموضوع تاني له علاقة بالأطفال وتحديدا هذه الفترة من السنة. إذا أنتوا عندكم أطفال مقبلين على المدرسة هلا، على الأغلب عم نفكر إنه إحنا كيف بدنا نبلش نهيئ أطفال إنهم يروحوا على المدرسة من دون ما يحسوا إنه المساحة الآمنة اللي هم كبروا فيها على مدار 4 سنين، إذا هلا رايحين على الكي جي أو 6 سنين إذا رح تودوهم على المدرسة لأول مرة على صف أول، كيف إحنا رح نهيئهم إنهم يروحوا على المدرسة ويضلهم حاسين بالأمان. هذه واحدة من المواضيع اللي رح نناقشها مع ضيفتنا لليوم، وأكيد إحنا عم نحكي عن أخصائية التربوية وتحديدا أخصائية نفسية تربوية سارة علي. صباح الخير سارة. صباح الخير، يسعد صباحك وكل عام وانتم بخير وانت بألف خير وصحة. أهلا وسهلا فيكي. إذا سارة خلينا نحكي عن المرحلة الانتقالية بالنسبة للطفل، إيش هي الأشياء اللي لازم يعملوها الأهل حتى يحافظوا على الشعور بالأمان بالنسبة للأطفال؟ تمام. هلأ في البداية قبل ما نبلش نحكي عن شو لازم نعمل، لازم نقول في البداية إنه هاي مرحلة صعبة على الكل. صح، في أي حدا ببلش شغلة جديدة بيستغرب وبيحس في البداية بالضغط والتوتر، لأنه هي شغلة طبيعية عند الإنسان إنه يحس بالتوتر في بداية أي شيء سواء كانوا هم صغار أو كبار. صح. هلأ ليش إحنا بنحكي بهذا الموضوع؟ لأنه موضوع عليه اختلاف نوعا ما. في بعض الناس عم بيقولوا إنه ليه مكبرين الموضوع، هذا شيء بسيط، بينما في ناس كتير عم بيقولوا لا هذا موضوع كتير مهم وكتير كبير. يعني تعرفي سارة كم الأهل اللي سمعت إنهم بيكيوا بس وعدت ولادهم على المدرسة، حتى ماما بتحكي لي أول يوم ودتك على المدرسة بكيت أكتر منك، فإنه أنا معقول حرزان هالقد الموضوع، بس اللي بيختبر الموضوع مختلف تماما عن الشخص اللي بيكون. صحيح 100%. هلأ في أسباب مختلفة كتير اللي بتأدي لهاي المشكلة، أو خلينا نقول الموضوع في بداية التوتر للذهاب للمدرسة، خصوصا في مرحلة الانتقال من مرحلة الروضة للمرحلة الأساسية خصوصا صف أول. تمام. بشكل أساسي لأنه إحنا عم ننتقل من مرحلة الطفولة المبكرة للطفولة المتوسطة، فهي المرحلة بيكون عند الطفل متطلبات جديدة أكبر من ما كانت مطلوبة منه في صف الكيجي أو في الروضة. هلأ بتصير عنا في الروضة كان عنا كتير بيلعب براحته وبنبسط، بيروح بيقعد على الطاولة، بيقعد على الأرض، بيقوم متى ما بده، بيأكل متى ما بده. بس لما ننتقل لصف أول إحنا الوضع عنا بيختلف كليا. صح. بيصير عنا درس، في عنا درج بده يلتزم فيه، بصير عنا مخرجات معينة لازم يلتزم فيها، قواعد وقوانين، فهي الشغلات كلها بتوتر الطفل وبتحسسه انه ممكن هو ما يكون قد هذا الموضوع. بالإضافة انه احنا لما ندخل لصف اول ببلش عنا الموضوع انه في تحصيل دراسي فعليا، ولازم الطفل يكون ملتزم بهذا التحصيل الدراسي، فممكن برضو الطفل يحس بعدم القدرة على مواكبة هذه الأمور. هذا الاشي ممكن يسبب قلق وتوتر كتير سواء عند الطفل سواء عند الأهل. تمام. هلأ كل الناس وكل الأطفال ممكن يعانوا من هاي المشكلة، هو مش بالأكيد، يعني في أطفال تختلف شخصيتهم عن غيرهم، في أطفال ممكن يعانوا منها كتير، في منهم بشكل متوسط وفي منهم بشكل كتير كبير. صح. كذلك الأهالي، اللي ممكن تستغربي إنه برضو الأهالي ممكن يعانوا من هذا الموضوع، زي ما تفضلتي من شوي ماما بكت في أول يوم. في أهالي ممكن أولادهم يروحوا على المدرسة ويبلشوا وكل شيء تمام وهم يضلهم واقفين ومتوترين وقلقانين وخايفين وممكن يبكوا. صح. فهي بتختلف حسب الشخصية من شخص إلى آخر. صح. هلأ ممكن نحكي المشاكل اللي ممكن تصيبهم في هاي المرحلة، إنه هم راح يصير عندهم توتر عالي، قلق عالي، ممكن يصير عندهم قلق انفصال، يتشبثوا بماما أو بابا، يصيروا يبكوا ما بدنا نروح المدرسة، بدنا نروح معاكم، رجعوني على البيت، هاي مثلا أختي الصغيرة ما بتروح المدرسة، ليش أنا لازم أروح المدرسة. ممكن يصير عندهم مشاكل في النوم، مشاكل في الأكل، هاي الشغلات كلها بتأدي إنه الطفل يوصل لمرحلة إنه هو يكره المدرسة ويتضايق منها. صح. فعشان هيك في عدة أشياء ممكن إحنا نتبعها بحيث إنه إحنا نخفف للطفل هاي المرحلة. تمام. إيش هي هاي؟ هلأ في البداية في كتير طرق وفي كتير شغلات ممكن نعملها، بس ممكن نلخصهم بثلاث شغلات أساسية وشغلات ممكن نعملها من قبل بدء الدوام، خلال الدوام وبعد الدوام. أول إشي لازم نسمع الطفل، نسمع شو عنده أفكار، شو عنده هو مشاعر، شو اللي خايف منه. في بعض الأطفال ممكن يقول لك ماما أنا خايف أضيع في المدرسة.
او ممكن حدا يقول لك انه طب انا كيف بدي اروح، انا انت حطيتيني الصبح انا كيف بدي اروح. فبيكون عندهم خوف غير طبيعي او خلينا نقول غير منطقي، بس لانهم اطفال هذا شيء جدا طبيعي. بهمنا انه احنا نسمع منهم، ناخذ منهم هاي الافكار وهاي المشاعر، نعطيهم افكار ايجابيه اللي هاي هي الخطوه الثانيه، انه معلمتك حلوه، معلمتك لطيفه، بتحبك كثير، اصحابك كلياتهم معك، راح تنبسطوا كثير كثير في المدرسه، حيكون عندكم وقت للعب ووقت للاكل، حيكون في مراجيح. نعطيهم افكار ايجابيه، نقولهم احنا عم نروح على الشغل هذا هو شغلكم. هذا بيعطيه حس من المسؤوليه اكثر بهذا الموقف. حلو. الشغله الثالثه انه هي ما نقارن ابدا ابدا. المقارنه هي شيء جدا سلبي في التعامل مع هاي المواقف. هاي ابن عمك عم بيروح على المدرسه وما عم بيبكي، ليش انت عم بتبكي هيك؟ هاي اختك الصغيره عم بتداوم وما عم تبكي هيك. لازم دائما ناخذ بعين الاعتبار انه كل طفل له شخصيه مختلفه تختلف عن غيره. وهذا الشيء اذا احنا ما بنتبعه رح ياثر بشكل كثير سلبي على الاطفال. صحيح. احنا اذا بدنا نقارن بنقارن الطفل بنفسه بمرحله سابقه. شوف انت السنه الماضيه لما كنت في الروضه كنت كثير شطور وكثير انبسطت، هاي السنه نفس الشيء، وهاي السنه لسه انت رح تكون اشطر لانه انت اكبر من هيك. طيب اذا هيك خلينا نرجع سنتين لورا ونحكي عن الاهل كيف بدهم يتعاملوا مع الاولاد لما بدهم يروحوا على الروضه، بما انه نقدر احنا نقارن بالسنوات السابقه. هلا في البدايه بشكل اساسي لازم نبلش بتجهيز الطفل للمدرسه وللدوام بشكل مسبق. تمام. يعني مثلا نبلش اذا مثلا احنا ما معنا غير من الوقت من اليوم لبكره، من اليوم من هلا نبلش انه بكره رح نروح على الدوام، نجهزهم نهيئهم نفسيا، مش طب خلص يلا دوام. صح. نعطيهم شوية وقت إنهم يتقبلوا هذا الموضوع. إحنا بكرة رح نداوم، رح نصحى بكير، رح نشوف نروح على المدرسة، رح في نفس هذا الوقت رح تكونوا طالعين أنتوا فرصة تأكلوا مع أصحابكم، نفس هذا الوقت رح تكونوا عم تلعبوا بالمراجيح مثلاً، نفس هذا الوقت أنا رح أجي أخذك، ما تقلق رح أجي أخذك أو رح يروحك الباص مثل هيك. شغلة تانية المهمة إنه ننام بكير. هلا احنا حتى احنا ككبار لما نكون نعسانين ما بيكون عندنا قدره على التقبل طبعاً. للمواقف في اي شيء، وبالعكس بيزيد هذا التوتر. فعند الاطفال هذا الشيء لسه اكبر، بحسسهم انه هم متوترين مضغوطين، فلما يصحوا نعسانين بضلهم متضايقين ومش مبسوطين. صح. حتى يعني في مصطلح دارج لما طفل يكون بيبكي او هذا بنقول لهم هذا نكد نعس. صح. بده ينام. مزبوط. فلازم نهتم بهذا الموضوع بشكل اساسي، يعني رح ياخذهم شويه وقت بعد العطله الطويله. أكيد. انه يرجع تتعدل نومتهم. صحيح. بس بالاخير اهم شيء انه تزبط. طيب بدنا نروح نحكي تحديدا عن الموقف اللي بيكون الاهل اكلين همه، اللي هو لحظه ما احنا نوصل على المدرسه، بدنا ننزل من السياره وندخل على الصف، وقتها ببلش البكاء. هل المسؤوليه هون على الاهل ام على المدرسين انه يهدوا الطفل ويخلوه يفوت على الصف؟ تمام. هلا اول ما نوصل على المدرسه خلي طول فترة الطريق هي فترة لطيفة ومبهجة ما فيها أي نوع من التوتر. مجرد ما نوصل على المدرسة نمشي الطفل معنا ندخله لجوا، خصوصا أول يوم لأنه ما بيكون عارف بشكل كامل المكان. هلا المسؤولية على مين؟ المسؤولية على الجهتين. تمام. مسؤولية على الأهل وبالإضافة للمعلمات وحتى زملائه في الصف. الأهل إنهم يوصلوه، هينا إحنا وصلنا، هون بصفك، هون مكانك، هون كذا، مستعد، أنا هلا رح أروح، رح أرجع في مثلا الساعة كذا، المس رح تعرف توصلك لعندي أو رح توصلك للباص أو رح تيجي أختك مثلا تاخدك بغض النظر عن الطريقة. وكل هاي الشغلات كلها معروفة. طيب. أنا لازم أروح، ماما مع السلامة، رح أرجع أشوفك، باي وبنسحب. طيب. حتى لو بكينا شوي، يعني لأن لسه بدي أحكي لك بصير في عندهم تانترمز أو نوبات. أكيد. بكاء شديدة. برفضوا، بتشبتوا بالأهل. في أهل بحن قلبهم بضلهم واقفين. بالضبط. لو ضلوا يبكي يرجع ياخده ولا يتركه؟ هلا هي شو بتصير، انه في حيكون في نوبه غضب، حيكون حيبكي، حيعصب، حيكون كل هاي الشغلات. هلا في فخ كل الاهل بوقعوا فيه، معظم الاهل بوقعوا فيه، انه ماما روحيني اليوم وبداوم بكره. هذه خلص ممكن تزبط عند البعض، انه خلص بقدر اروح اليوم وبداوم بكره وفعلا بداوموا ثاني يوم، بس في بعضهم للاسف لا، بنضلنا هاي عاده انه احنا كل يوم بدنا نروح وبدنا نداوم بكره. صح. فبهي المرحله احنا نتعاون كثير مع المعلمات، المعلمات نطلب تعاونهم معنا، انه لا بلشي معه من اول ما يوصل استقبليه بشكل كثير حلو، ورجيه مكانه، قعديه، اصحابه، اندمجيه مباشره. في اطفال بهذه المرحله بيحبوا كثير التلوين واللعب. صح. فمباشرة ألوان وتلوين بندمج مباشرة، احنا نعدي اول يوم تقريبا. صح. وخلص تمشي الامور. طيب في بعض الاهل بيظنوا انه اول يوم يقضوه مع اولادهم بالصف
ممكن يساعد بهذه المرحلة الانتقالية؟ لأنه إحنا ذكرنا أنه بالنسبة للطفل بيكون طلع من البيئة الآمنة اللي هو البيت مع أمه أو أبوه أو الناس متعود عليهم طول اليوم، وفجأة أنا رحت على مكان غريب، فالأهل بيحكوا أنه لا، إحنا بنحافظ على جزء من هذا الأمان، بنضلنا مع الأولاد وبعديها تاني يوم إحنا ما بنروح. صحيح. هلا ممكن هذا الشيء يكون صحيح خلال فتره الروضه بالذات، يعني ممكن الماما او البابا يضلوا معه خلال فتره الروضه لانه هي فعلا اول مرحله انتقاليه من البيت الامن لمكان جديد، بينما في صف اول هو اوريدي بيكون متعود فتره تمهيدي وكي جي 1 وكي جي 2، فبيكون واصل للمدرسه. صحيح ممكن يكون عنده بكاء وممكن يستمر هذا الشيء، بس احنا لازم نكون لا شويه حازمين بهذا الموضوع انه هو لازم يلتزم في هاي المرحله. يعني بنقول للاهل معلش أو قلبكم شوي هاي الفترة. يعني شكرا كثير على هذه المعلومات الحلوة سارة علي، أخصائية نفسية تربوية، شكرا كثير لإلك.